ايوا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في أنا بير تي في في برنامجكم الجديد، هو برنامج الدوار، يجيكم من دار لدار يوميا على قناه البير الساعه 8 حتى 8:25. الحاجه الجديده في البرنامج هذا اننا الولايات الكبيره هذه ما نزيدوش نزوروها، يعني نبقوا نروحوا غير المناطق تحت الظل، يعني المناطق اللي راهي صح مهمشة. اليوم راني متواجد ضواحي معسكر في هذا الدوار واسمه الدوار اهل ون. هاي اخويا كيفاه؟ واخويا احنا مشاكل بزاف، احنا نخسروا بزاف، لا طريق لا قازو بيه. سمع البرنامج ديريكت ومبديناه بالمشاكل. هاو هاو قايل انا الحمد لله زيدك. احنا مازال ما دخلناش للدوار، صافي يدير؟ تدخل الدوار تشوف العجب سليم. اهلا سامي. اهلا سلام. لاباس راكم لا غايه. تشوف تدخل الدوار تشوف العجب. الدوار هذا لمن تابعنا؟ تابع لقواس بيت معسكر. هذا هذه بلدي ولا دوار؟ دوار. دوار دوار كبير، دوار كبير، ايه. وليت معسكر. شعل في غاشي، شعل فيه في هنا زعما كنت تدخل الدوار ما تشوفش العجب والله. تشوف والدوار يكون فيه مير ولا شامبيط ولا شافيه؟ يكون فيه مير، بصح مير عندي تابعين البلد دوكاز، دائرة عكاز. دائرة عكاز. انت وين سكنت ثاني هنا في الدوار هذا؟ يا دير غادي انا عارفك انت ولد منا. لا خلينا. واش من دوار انت تسكن؟ انا نسكن في عكاز. وهذه عكاز دوار ولا دايره؟ دايره. لا احنا نتبعوا غير الدواوير اخويا، هي روح. احكي لنا شويه المشاكل اللي عندكم في هذا الدوار. هذه خلطنا الطرق انا سليم خويا. طريق راهي مهمشة كاع، راه ولا تدخل تشوف العجب. تقول مازال ما تقليناش. والله العظيم. أبار طريق. طريق وكاين ما كانش وين الكبار وين يجمعوا. خصنا عيط صوالح. متقاعدين ما عندهمش يقعدوا. ما عندهمش يقعدوا، كنت تدخل الدوار تمش راسك. عندنا ملعب واحد يلعبوا به وبالتور. رضوا وكاين شي جهة بها رضوا وكان ما بيهاش. فهمتني؟ أما تزيد المشاكل بعد أخرين. أيا طريبي احنا نتلاقاو ديريكت لداخل الدوار تاع أهل ونان. ندخلوا للدوار. شو قياد؟ اكلك الحاج برجايم. اودي واش تكراني هارك تشوف لنا كراني تشوف انت تعرفني مليح وزيد تسقسيني كراني كل يوم تسقسي كل يوم. ما هذاك هو انا وياك هنا في هذا الدويويل هذا انا لو كان عنيش مع من الشيخ سوى انت. انا على رقبتي اللي راني كره النهار اللي زدت فيه هنايا. علاش؟ انا راني باغي نبدل. رانا هنا رانا محرومين هنا كاع مالك صاحبي. واش راك محروم اخلا ربك ما تحمدش ربي. حمده انا حمد الله سبحانه وتعالى. المدينه راها هنا. ما تقعدش تعيش في المدينه الحاج الحاج برزيم والله ما تقد. كل واحد وربي خلق على حسابه. الولاد كبروا صاحبي مالك داير كما هكاك. الولاد كبروا؟ ها ولدي انايا على بالك هذاك ابراهيم الصغيور. ايه راهي دمون ديلي على الانترنت انا من جيب له الانترنت هذيك. اودي اعطيه اعطيه مطرق واش الانترنت هذه. انا محروم ما كان والو هنايا ما كان والو ما وصلنا والو هنايا. تندم عليها يا الحاج برزيم والله غير ندمت عليها. سبحان الله. ها والله. أول عمي شوف رحمة ربي السد النبق راه غادي يوجد ياه ضرب النبق على روحك العن زياكم الشباط من ايه انا ما انت ما راك جايب اخبار يا اش الخبر اللي جايبها انا يا المدينه هذه بالك هذه قريب ثلاث اشهر ما حلتش وحنا ما على بالناش انا كون ما نطلع بالحمر نسوق نلقى الدعوه خاويه انا قلت هادو مالهم هادو ها عندهم الوباء تاعش الوباء هذا ها واحد المرة راه يضرب يضرب بنادم للنيف قال لي ولدي قالها لي ابراهيم هذيك هي هو احنا مشي احنا ملاح بصح انا ما كانش على بالي انت يا الحاج برزيم انا باش سلككم ما واحد سلككم ما الغراب جيت مشي مشيت الحمامات اللي مشيته ها انا نقول لك الحاج برزيم قبض الارض كرعين تاع القياد فهمتني تحت الكرعين تاع القياد تحته تحت تحت كاع في سوسو راكو تحت البرنامج هو هذا آه. البرنامج هذا سموه الدوار الدوار وحنا رانا نتبعوا المناطق الظل هذه نورمالمون راهي مناطق تاع الظل صح هذه مناطق اللي راهي هي ميته يا دوك واش نحكيو شنو نحكيو اعطيني حاجه انت شنو نحكيو الطريق عندكم شابه قالوا لي الطريق ما كان والو كان شويه مليحه حاجه الدخله الدخله اه دار لكم غير الدخله مليحه اه ديروا الكونترو هاك وهاك صافي الله لا يشوفك سليم الكاس سمعت باللي عندكم مازال ما تخرجش هذا التيو جا اه جا التيو غير التيو جا وشحال عندهم اللي داروا التيو بريمير ترونش خدمت راهي في واحد ست اشهر واحد العام بريمير ترونش هي من الاستقلال لهنا هذا هو دارنا حنا بروحنا مازال ما استقليناش فهمت فاهم اه صح جوسكا بريزون مازال ما ديناش لانديبوندون داكور باسكو هذه القريه هي اكبر قريه في ولايه معسكر اكبر اكبر وي قريه هي في الولايه اكبر قريه وقاعده دوار قاعده ماشي دوار تحت الدوار وعلاش ما داروش دائره بلديه؟ باسكو عكاز هي اللي بغاو يطلعوها باش يطلعوها ديروها دائره
هي قبل هنايا ما عندناش بلديه عكاز اللي تحكم فيه. هو يحكم فيكم؟ واش يعني من بكري يعني. سامحين فيكم شويه؟ دق تقونا. شكون؟ عكاز. هاني نقول لك هذه انا نقولها ونعاود نقول. عادي عادي. نقولها. صح سما نقول الطريق كاين غير في الوسط. هذا مكان. الغاز هذا وبديتوا تشموا ريحه تاع الغاز. مازال ما شمينا، شمينا تيو. شميتوا تيو. ايوا لودير تاع تيو تاع بلاستيك. صح السكنات. بطيمات ما كاش مشاكل. ما كاش بطيمات. هنا الناس بانيه. لا هنا يعطوهم الترميم. صح راني نحس بلي الغبر راهي عندكم هنايا الغبابة. احنا عندنا ليزين. لوزين. واه الدايره تدي الدراهم والقريه تاع الهلونه تدي الغبره. ايه. واه صعب. اسما راكم شبعانين الغبره. اودي ماشي حنا، حنا بحر علينا انا بالذريري. هي صح. و السكان تاع البلاصه هذه اسكو يخدموا في أو في ما كانش يا ربي عندنا واحد 20 ايفنتان 20 بنادم تخدم معنا في القريه هذا ما كان لا ما كان قلت تونس تونس واه سمع عليها دروك تونس تقولهم وحنا ما تقولناش واه هاو تونس هاصنت مليح واه تونس راه مديرين احتياطات تاعهم صح تونس تونس المدخول تاعها مين ايوا ما عندهمش هما حاجه اخرى واه هما عندهم غير السياحه بالتوريزم يجي عندهم بس يقولوا ما عندنا والو باش يجوا عندهم صاي صاي وحنا خافوا علينا واو خافوا علينا ها واو يكونوا يطقون ظروف تاعنا ويخرجوا بالعراري ما بتم والبحر على بلعوا علينا مشي بالعورة مخايفين علينا بلا ما راح حد لعبوا باق واه سيتك واه بصح البحر تاع تونس وتاعنا غير كيف كيف يا ودي بحر واحد وهاني عارف ايوا بصح اللي كسموا هما احنا تونا راهم دايرين الاحتياطات تاعهم هكا باه يصفوها من عندك كورونا ها انا راني مع مراك نروح نقول لك انا كاع واش راه في راسي تاوي في راسك هذا غير ما نعومش هنا جميع واش في البحر هنايا واه بيروحوا لتونس بنعوموا بيقسموا الدراهم انا نقول لك نقول لك خلطي لك والديها لا لا نقول لك خلطها مخلطها خلطي لك والديها واه خلطها لا واه انت راك مدخل روحك في راسك البوليتيك ايوا وراك على بالك هذه البركه اللي فيها واه رانا غير بروفيسور كيما قال لك تما رانا على زعما ما بغاوش يطردونا منها كل شيء وكاع ايوا وتوك راهم دايرين معانا وتوك سمعوا بهذا الشرك الفم تاعك دخلي ما دخلي نروح نقول لك والله غادي نروح تونس نروح تونس واه انا نقولها لك انا نروح نروح واه هدر غادي وهبا هبا راني معمر هبا هبا خلوني نهدى فرق قلبك خويا واحكي شي بغيت السلام عليكم السلام ورحمة الله كيفك لاباس راك فرحان من قلبي فرحان رانا في اهل الونان صافي بليزير مع كرون كوميدي ربي يحفظك ربي يحفظك اول مرة كاميرا تدخل عندكم اول مره لا ثاني مره نورمالمون جاو قبلنا هنا واه نورمالمون ممكن درنا تاع شكايه تاع الطريق وتاع السيام وتاع الغاز اه جاو صورون هنايا وصاي شغل تاع جرنان ماشي تاع صح وكي جاو صوروكم المطالب نفذوهم ولا غير هكا فاتوا نص بنص اه نص كاين اللي تنفذ وكاين اللي راه غادي باغي يتنفذ وكاين اللي يحبس ديرك اي صح انت كشاب تسكن في هاد الدور هنا واه عندكم دار ثقافه كاينه بسم الله اه كاين وحده بسم الله ثقافك شغل غير هكا غير في تيلي برك تفرج وتشور صح واه اه تسمى ما كاش واه ما كاش تري بيان ايه مالي ما الطريق ما عندناش اه زعما هنا باش الناس تلعب الغراوينه ما كانش الزيكو ما عندناش مازال رانا دايرين مطموره انا بلاصي تاع من التحت ما كانش غير طابر واه دايرين مطموره تجينا هنايا وعندنا ثاني كاين مشكل تاع الضو ما كانش هذيك اللي راس في بليك ولا تاع الديار؟ لا الضو تاع برا. ايوا سمعوكم دوكا رانا امام اكبر قاعة متعددة الخدمات الشهيد بن عمار اسماعيل. تري بيان ارواح. يبان لي راهي مبلعة، انا كنت حاسبها راهي محلولة. وهيبا هيبا راني معمر، هيبا هيبا خلوني نهدى. السلام عليكم
الحاج كي راكم غايه؟ راكم مليح ابويا؟ الحمد لله لاباس غايه؟ آه. عقلتني بهذه ولا نقلعها؟ عقلتني بهذه ولا نقلعها؟ خليها على تقلع. راكم مليح ابويا؟ الحمد لله. راكم مع برنامج اسمه الدوار. ياه. راكم مع برنامج سموه الدوار. الدوار الدوار. ماله؟ هذا دوار هنا. واه. اهل ونان. واه. انت راك منا الحاج؟ واه. بكري؟ لا. ها؟ من بكري واه، من بكري واه. من بكري؟ واه. قالوا لي راكم عايشين غاية الغاية هنا الحمد لله ما خصكم حتى خير. غاية. ها؟ الحمد لله. ياك. الحمد لله. الطريق مليحة ما خصكم ما عندكمش مشاكل. كلشي مليح. ها؟ عاودي كلشي مليح. ياك. ما كان لا غبرة لا والو. ياه. عاودي الغبرة يدري بها ربي. ياك. كاع الصوالح هذو اللي غادي يولي عليهم. روح بلا بنتي. روحي بنتي. ها؟ ربي هو اللي داري بهم. أنا ما نقول لك لا مليح ولا مشي مليح. بصح الحاج راك عايش هنا. عايش. راك عايش هنا. ياه. ما عرفني في العجار ما عرفنيش. هاكا وما يعرفنيش. لا ما نعرفوش. ولا والو. الشبوب الشبوب. هيا صح. هيا روح لمنا. سليم قال لك. الحاج كي راك؟ هيا خويا كي راك مليح الحاج؟ غاية ولادي وخر منا. راك مليح؟ سيدي رحمة ربي. أيوا الحمد لله. الحمد لله. أيوا رانا في دوار أهل ونان. مرحبا بك. الله يبارك فيك بويا. مرحبا بك. احكي لنا شوية على هالدوار كي راك؟ تفطروا معنا بشيتا. الله يحفظك. راك صايم؟ صابرين تحشوا حشاء تاع الفطار كيما حشاء تاع الفطور ها ايه الحاج انت راك في الدوار واه من بكري هنا نبي 45 عام 45 عام واه عمرها في حياتك ما جاتك كرهت دروك راني كاره راني كاره الدنيا كارني كاره علاه الحاج لا دروك سبحان الله دوار هذا منفي هذا دوار منفي هذا منفي منفي راك تشوف الطرق راهم دايرين راك تشوف راهم سامحين فينا هذا المير هما ذا شاف دايرك عارف مسامحين في الدوار ما راهمش كاع يركبوا عليه ولا يحوسوا الشكاين فيه ولا والو 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 علاه؟ ايه قول انت الشعب راه عايش بعضه بعضه راه كان والو اخويا لكن تقول في الدوار ما كان والو وهيبا هيبا راني معمر هيبا هيبا خلوني نهدى السلام عليكم سلام ورحمة الله ادخل فضل. ادخل ادخل السلام عليكم سلام السلام عليكم هدر هدر التكاين السلام عليكم ماذا عندك ولا اللي فرحان اليوم ولا اللي فرحان فرحان العيد اليوم ولا كو عاجبيني فش عمشكمش انا في راسي مشروع ايوة بس هذا مشروع شوية كبيرة لكم كبيرة لنا هنا لا لا ولا صغيرة لكم والله لا ضحكني والله بس هذا مشروع شوية كبير اهدر ها اهدر المشروع جاء انا بغي لما تديروا لنا سنه ستاد وتجيب لنا طورو من اسبانيا اي ولد اتاك تجيبوا المقالب البقره تاع عمك طورو من اسبانيا يا احنا في بعضنا بعض ما سجلنا تجيب لي طورو من اسبانيا وقعدوا شغال هذه الشغل هذه باش دير ال اه ولي ايوه ولي ايوه مرقينا الطورو يلت ديرها بالله انا المهم والفايده من ذاك خذينا المشروع تاعك ان شاء الله احنا راح نديروا لك الورقه هنا نكتبوها نشكوها باش نديروا القرعه والى خرجت ان شاء الله نبعثوك لاسبانيا اسبانيا تجيب لنا الطرور لا يحمبوك لا يحمبوك ديروا انا والله نحمبوك لا يحمبوك صاي تربح تربح حمبوك صاي ولا يحمبوك تربح هي صح هي دير واحد احمر وواحد كحل هيا المواطن الاخر وراك او سلام يا خويا رقيبه يا نور الدين الله يشافيه الشعب هذا ان شاء الله طروا يا عازمنا احنا الله يشافيه الله العظيم السلام عليكم سلام ورحمه الله تعالى وبركاته واش راكم لاباس الحمد لله جبت لكم واحد المشروع ما عمرش كفر عم فهمكم فيه راكم شوفوا هذا الاسباس الكبير اللي كاين هنا شتو هذا هذا الاسباس الكبير وانا نشوف فيه العرب واش اخترعوا اخترعوا الصفر واه والشعب تاعنا هنا قاعد يدور واه بلا خدمه بلا والو نديروا رومبوا كبيره 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 ونديروا نافوره ويبقى الشعب يدور شو مفهمك يا سيدي المير شوف الشعب يدور 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 يدوخ الشعب كي يدوخ الشعب يعود ما يفهمش وانت تقدر تا تقدر تا تخدم واش حبيت خلي الشعب يدور انت تفرج في الرومبا الشعب يدور وانتوما تدوروا الشعب يدور وانتوما تدوروا حتى تفريوها تفهمنا دور دور ديرها مدوره ديرها مدوره ديرها السلام عليكم السلام مرحبا والله الا بغينا لكم غير الخير يا سيدي السلام عليكم يا سيدي لا 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 صحه الله والو اشيجي انا لا سمعت بجاك القرار اللي درتوه اشيجي وراني جايب واحد ليكم واحد البروجي
إيه؟ والله وتراتي واحد عتشوف هذا جا بروجي كبير اسيدي. اسمع لي يا سي محمد، على حسب اللهجه تاعك انت راك من الزهران. راني من اجرار، المنطقه التراثيه اجرار. اجرار يا يرحم والديك انت من اجرار، اش جابك عندنا؟ جيت سياحه عندنا سياحه. قالوا لك عليا انا مغربي ولاش؟ لا البروجي تاعك ديره في اجرار. والو اسيدي راني جا جزائري وحامل حشي جنسيه لا كيفكم، نخدم في بلادي وين ما نبغي. ندير لكم واحد التصويره تذكاريه نديرها في الفيسبوك. يرحم والديك. ايوا شكون فيكم الجمل؟ لا اسمع لي قول لي انت راك من الاضرار، تعرف الجمل بلي يجي طويل ها طوالي. والو اسيدي انت الجمل عندك النيف نتاعك الخشم هذا راك عليا انا يا دورتي انت جبل ولا انت داير الجمل مطوليه ولا دايله من الخشم ولا كما قالها يا ورانا بيزنس الجمال دير بركه طورنا وعاود لصقنا في رعبه وخرج الجمل تاعك دور 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 بصحتكم واش يجي سلمك والله يعاود الباب راني لعامي معاكم في الفيسبوك الباب على هواء طلق لأن راح تزيد المير كملتها بهذه المناسبه تخرج في القرعه يا رئيسنا خصنا دودونات خصنا الحس هذا سمارك باغي يدير عنا هنايا كما نقولوا حفله يا خو دير لنا الحس انا رابر راني باغي نرابي راني باغي نغني راني باغي نطير اسمح لي اقبط الباب تربح تكون ندير لكم بروجي اقبط الطريق الباب حنا خويا بعد الباب الصندوق والصندوق يخرجك يا لا عندي حل مشروع ايوا يقولوا له المشروع الازرق ارجع الله يبارك ارجع سيد الرئيس كاين مشروع السد الاخضر وهذا راه جايبناه ازرق تقول تجيب لنا واحد اخر يا مخير مخير خلوني نديرها وتشوفوا واش تولى هذا واش فيه المشروع المشروع الازرق هذا او ساهل ايه هذا منين قلت حبوبه هنا راه دعوه خاويه واه انا باغي قلت نغرس بحر انا وديروا القلب انا درت هذه سبيسيال مو على حساب الحراقه باش كي يحرقوا يصيبوا روحهم غير في عين زارين كاع ما يخرجوش يا راني معاك في الهضره يا خبرني الزرق شاردينا والخورير تجيبها هنا ناكلو شكون اللي تجيبها واش دخلنا في الزاردين هو بحر بلا حوت انا ناكلو غير كونجلي يا بردي الزرق راه باغي تخربيل وان شاء الله بربي احنا بكل شفافيه وديمقراطيه راح نخلطوا الصندوق ونجبدوا ورقه واحده اللي خرج المشروع تاعو ربي يسهل عليه والله يبارك واعطونا تفيقه شو سيد الرئيس خليني انا خلص انا مداري خلطها يا ودي خلطها يا مخلطها خلطها تلقى خلطها ودي خلطها نيشان اسمح لي يا نوض الرئيس اهلا نايب نوض خلط شوف كاين بركو فيزو تخلط هاك اي شوفوا المواطنين راهي بكل شفافيه ديمقراطيه ما رانا نديروا والو وكي تبغي راه يديناها على كلش وكي تبغي تخرج الروينه دير هاك صح هات هنا ورقه دروك زرع والروينه هات نوريو لهم حنايا قولي قاري شويه قريت شويه تا فيليك ولا ما قريت قاري عاد السنه الاولى في الجامع السنه الاولى تما كان باقي لك 3 ايام دير باك شوف راح نعطيوك واحد الورقه تاع لنا الجماعه انت حابين نشرفوا بك تكون كيما يقول لك مواطن شرفي تقرا لهم تعني لهم شكون اللي يخرج المشروع تاعو تفضل هضر عيب شويه عليك عيب شويه عليك اش كاين هذه الورقه خرجت البيضاء ايوا وهذه البلاصه مدعيه ما تبنى قال قيامه عيسى وموسى ولا تبنات ربي انا المستعش ونقلها هذا ما فهمتش قال لك هما ما فهمتونا وحنا ما فهمناكم الحمد لله هذا العرض هذه راكم تجيبوا فيها راهي درنا عليها قرعه كل شفافية وديمقراطية عيطنا لكم ودرنا المكتب تاعنا هنا وإنما أنتم ما فهمتوا الحكومة أنتم ما فهمتونا وإحنا ما فهمناكم على بالي ما ممكن نعطوكم بالأرض هذه تخدموها كما قال واحد نعطوكم بالجنة تردوها لجهنم واش راح نقولكم هاي طب قول ديالكم كل واحد يروح لداره يلا هاد الحمرة من الغرب جونا قيمة جونا قيمة يا والفوق قرب وتقنا غيحنا يا الميرة ويا شوف كي دير ويا ايمن افخير يا البالي والفاس والبوكلة واش دمنا يا الميرة ويا شوف كي دير ويا ايمن افخير يا الحمرة الحمرة في سبع سنين يا الميرة يا الميرة ويا شوف كي دير ويا ايمن افخير يا ولطا طيحة شينا طيحة للصدر يا الميرة ويا شوف كي دير ويا ايمن افخير البير خويا فهمونا الله يرحم الوالدين الحفرة عليكم ولا نردوها قربوا يا الماء قربوا يا الرملة ما يتعرف
كل الحاجه تاع البلديه تاعنا والله غيره. انا نقولها راه قاد داروه داروا التيو تاع قاد راه في عام ردموه وخلوه راه قاعد ها عندك التركي راهم دايرين الحفر كي دايرين عندك شكون اللي يشوف الدوار ولا شكون اللي راه يرحم بوك شكون ولا راه مراقب الدوار ولا عندكم ديك القاعه راه مبلعه تاع السبيطار هذاك ديسبونسير ديسبونسير واه فيه طبيب ولا مسرت واه فيها طبيب لا خطرات يجي وخطرات الطبيب خطرات يجي وخطرات ما يجيش واه على حساب المرض على حساب المرض وانتم خاصكم خاصكم تمرضوا على حساب الطبيب كي يكون هنا ها وهي هي نورمالمون يديروا بارمانونس هنا على ما يديروش بارمانونس ها ياه عندنا قانون الدوار كبير تعرف شحال راه فيه هنا ها ودي راه فيه عالف خيمه منا والله لو كنت مشات تلصطح الفوق والله تعيق واه راه مسامحين فيها خويا انا نهضر لك بصراحه راه مسامحين في الدوار مسامحين فيه المير والله ولا راه يطعن هنا وشاف دايره والله ما راه يطعن هنا المير ولد الدوار راه مقاد ماشي مول الدوار لا كاس نهار طلع من الدوار مير من عندكم هنا لا ما كاش وعلاه علاه ما انت خدتش كاس واحد من عاونته والله لا ها مكتوب مكتوب ها ما تفهموش شكون يفوتي على بن عمه ما كاش يفوتي على بن عمه ها والله والدنيا راه مدوها رشوه راه مدوها سمعتوا مدوها رشوه اي هكا يا هاو هو عنده ابن عمه وعنده غاشيه وعنده ويوكل دراهم ويوكل يديها فوق راس الاخر هوني مرا قضيه تاع دراهم وفلا الشيخ عبد الحنج يا وليا تلعب لي كورتي ليا راني حاصل في الرقه اللي شريتها ليا هليا هذه قصه يا سادات نخبر بها المخلوقات لازم ندير اعلانات على شري الكورتيات بدعوى ملاهمات اشتدني لهذه الشريات خلي كيما جاتك لعبت الفراي سباب بليال اللي قد عليا ضرايا ادمر جدي للفراي نظري ظني توعي وصلني لهذه الشريعة الكورتي دا زوج حقوق شرالي رقا في صندوق خرجت اللوطو من السوق وكثر الحس عليا وبدا الموتوري بقبق الرقا اللي تمسها ترصق حتى الروما ما طرطق والشاط ما طارت بيا